معنا مباشرة عبر تقنية الزوم مدام ميراي خوري، اللي هي والدة إلياس خوري، أحد ضحايا انفجار 4 آب. صباح الخير مدام ميراي. صباح النور، بونجور. بونجور إليك. يعني ما بعرف، هون الكلمات ميراي تسقط، ما فينا نقلك شي، ما فينا. يعني أنا كأم أولا وكوالدة صبية بمدرسة يسوع ومريم، يعني أنا بنتي مع إلياس الله يرحمه بالمدرسة، ما في غير يعني إلك، ما بعرف، الله يصبرك الله يقويك، يعني ما في غير إيماننا بهيك مصاب كبير وجلل وكاس كبير ما بيحمله حدا، غير نقول لك انه ما في غير ربنا. يعني ما بعرف اذا في في كلام كلام، بعبر. ايه ما في كلام بعبر، صح. مدام ميراي، بعد فترة من اللي صار ومن تفجير 4 آب، بعرف انا انك طلعتي وحكيتي عن شو صار بالتحديد، هون مش رح نرجع نحكي بهيدا الموضوع وكيف خسرتي إلياس بلحظة، مثل ما كتار كمان أهالي خسروا أعزاء وأحباء لقلوبهم، كمان في أهالي كتير خسروا أولادهم، في أولاد خسروا أهلهم، إخوة. يعني بعد هالفترة ونحن هلأ عم نودع هالسنة المأساوية البشعة المقيتة على لبنان وندخل على سنة جديدة، بس بهالسنة نوعدته بشي وما تنفذ شي من اللي نوعدته فيه، شو صرختك بهالنهار؟ أنا بدي أرجع أكرر إنه هيدي الجريمة منا جريمة عادية، هيدي جريمة كتير كبيرة، هيدي جريمة ضد الإنسانية. وأنا بناشد كل شخص بموقع مسؤولية، كل مسؤول، كل سياسي يعتبر حاله إنه هو شريف وإنه هو ضد الفساد وإنه هو مش ضمن كلهم، يعني كلهم. وإذا شايف هالتحقيق وهيدا الشيء هون بلبنان مش واصل لمحل، إنه يساعدنا نروح على International Investigation، لأنه هيدي الجريمة مش لازم تمرق مثل كل شيء مري قبل. وبصراحة هيدا مش بس بيعني الميتين عائلات الميتين ضحية، هيدا الشيء بيعني كل الشعب اللبناني، هيدا بيعني كل أم تعرف شو يعني تخسر ابنها أو بنتها، أو مين كل شخص بيعتبر بيعرف شو يعني يخسر خيه أو بيه. هيدا الشيء بيعني كل الشعب اللبناني، لأنه هيدي الجريمة هالمرة إذا ما رأيت ممكن أي شيء تاني يمرق. صار فينا كتير نحن كشعب لبناني، في أكتر من إنه فجرونا ببيتنا هلأ. يعني إذا هالمرة نحن سكتنا والسياسيين حسوا إنه نحن ما رح نعمل شيء، رح نضل نسكت مثل كل شيء وكل شيء يمرق، رح يعملوا فينا أكتر. وأنا I appeal to the international community، هيدي جريمة ضد الإنسانية. أنا بعت إذا هن عم بيعتبروا أو بيأمنوا، كل الدول يلي بيأمنوا بالهيومن رايتس، إذا هدول هالهيومن رايتس منهم حبر على ورق، أنا عم بطلب منهم إنه يجوا يساعدونا حتى يتحاسب يلي كان ورا هيدا الشيء. لأنه هالمرة إذا ما كان في محاسبة يعني خلص. وهالمرة أنا مش رح نترك هيدا الموضوع. نحن أهالي الميتين ضحية، مش بس 200 ضحية، في كمان الناس يلي انصابوا، يلي صار عندهم إعاقات، يلي خسروا عيونهم وإيديهم وإجريهم، هيدول، واللي خسروا بيوتهم وحياتهم، هيدول شو مش محسوبين؟ هول هيك بيمرقوا هيك؟ أنا ابني يلي الدنيا ما كانت ساعته، هيك بقرروا بسبب فسادهم وإهمالهم، إنه هيك خلص يفل من الحياة. هيدا كله إذا راح بلا محاسبة، فإذا نحن ما بعرف لا في هيومن رايتس ولا نحن شعب بقى، يعني عن جد ما بعرف ساعتها.
ميراي بتفكري تفلي من البلد؟ إذا عندي تشانس فل أكيد بفل. أنا أصلاً ندمانة إنه اللي ضليت، كان عندي تشانس قبل إني فل، وما بعرف يعني ضليت آمنت في بلد حلو، بلدنا ولبنان وما بعرف شو هيدا بلدنا، ما لازم يكون قتال، بس خلص يعني شو بعد في أخسر أكتر من ما خسرته؟ إذا بلدنا هيك رح يبقى ورح نبقى نحن شعب هيك، شو ما صار فينا نسكت، أكيد منه بلد بقى، أكيد منه رح أبقى. ميراي، كنت عم تحكي عن عائلات الضحايا الـ200 وكمان المصابين، عم تتواصلوا مع بعض، عم بتجربوا تضغطوا، عم بتشوفوا في تعاون كمان شعبي معكم؟ لكن بدي اقول لك شغله، على تويتر بالتحديد في كتير صحفيين، بدي وجه لسلمان عنذاري عن جد، في كتير صحفيين مش عم يسكتوا، يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما بيمرق يوم ما أمانة جحا سحر غدار، كتار هن الصحفيين اللي عم يحكوا عن تفجير 4 آب، وعلى طول عم بيذكروا. عم بتشوفوا انه على المستوى الشعبي في ناس بعدها داعمتكم ورايحة فيها للآخر؟ أنا بصراحة أنا بشكر كل يلي عم يدعمنا وكل يلي حاسس معنا. هلأ تقلك مزبوط على مستوى الشعبي إنه في إنه هيك شعور كامل؟ لا بصراحة مش شعور كامل، في ناس بتحس إنه هيدا الشيء ما بيعنيها اف وهيدا حرية شخصية يعني، بس لأنه هيدي انه انت قديش عندك شعور بالانسانيه وقد فيك تحسي مع غيرك، هيدا الشيء ما فيك تفرضيه، او عندك اياه او ما عندك اياه. بس انا بشكر كل الناس اللي بتدعمنا وبشكرهم كمان، لانه هيدي القضيه ممكن ترجع تنعاد اذا صحيح ما نحطلن حد، صحيح ممكن تنعاد بحيالله حدا، يعني حيالله حدا بحس حاله مش معني ممكن تصير عنده. صحيح صحيح فهيدا بس يلي بدي اقوله، بشكر يلي كل يلي بدعمنا وبتمنى انه نضل هيدا الشيء ما ننساه، ما ينسى مثل كل شيء مضي ويلا وانه خلصت الخبريه. ميراي، شو ال يعني شو الحافز اللي عندك جوات قلبك اللي ممكن، بعرف انه ما في شيء بالكون، انتبهي، يعني انا بعرف انه ما في شيء بالكون ربنا خلقه على هالأرض بيقدر يبرد لك قلبك نقطة أو يعوضك ثانية، ما في شيء، أنا أكيد أبدا، أبدا. وأنا واحد غيري إنه بيترك الأشياء وبيروح بيعتزل صراحة، لأنه ليش بدي بعد أشتغل أعمل؟ بس أنا بعمل هيدا الشيء لأنه أنا بعرف لو إلياس ما كان بيقبل باللي صار، وأنا بعرف إنه إلياس كان رح يطلب مني إنه روح دافع عن هيدا الشيء وضلني أحكي فيه وما أسكت. أنا عم بعمل هيدا الشيء كرمال ابني، يلي بحس انه عم بعمل هيدا الشيء كرمال هو كيف كان بده اني اعمل، عم بعمل وعم بعمل هيدا الشيء كمان كرمال كل شاب بعمر ابني وكرمال كل ام مشان ما يرجع يصير فيها ذات الشيء. انا عم بعمل كمان كرمال هالشباب تيصير عندهم حياة احسن، اذا هالمرة ما حسبناهم على الشيء اللي صار خلص يعني بيعتبروا انه فيهم يعملوا اللي بدهم اياه، وانه لبنان اتس هيدا برايفت بروبرتي ونحن ملكهم. ميراي، بثانية واحدة، هاي الثانية اللي نحن ما بنعطيها قيمة بحياتنا، نحن أصلا ما كنا نعطي قيمة مش بس للثواني، ما بنعطي قيمة للساعات، ما بنعطي قيمة للوقت، اخدينه تحصيل حاصل. هالثانية اللي غيرت مجرى حياتك كلها، قلبتها من 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 ميلة رحنا على ميلة تانية، يعني من الحياة الطبيعية اللي عايشة إلى جحيم الحياة. شو بتقولي، شو بت يعني شو العبرة
او شو فيك تقولي انه هالسنة عملت؟ مثل ما قلت هيدا السنة خربت حياة كتير ناس، مش بس حياتي، بس هي القصة انه السنة مش هي اللي خربت، اللي خرب هو السياسيين او المسؤولين يلي كانوا بموقع مسؤولية من فسادهم وصلونا لهون. يعني هي مش السنة، هي نحن البشر يلي منعمل ببعض. صح، وقتا نحن بنكون عنا قلة مسؤولية، قلة عنا فساد، هيك ما بعرف انه هدول الاشخاص يلي كان فيهم يغيروا بحياة هالناس ويخلوا هالناس ما تموت بهيدي الطريقة او ما تنخرب بهيدي الطريقة، وهن مكفيين حياتهم عادية، هول ما بعرف اي نوع من البشر، وهلا عم بيعارضوا المحاسبة انه عم يهربوا من عدالة الارض رح يهربوا من عدالة السماء، ولا فاكرين انه هن كمان فوق عدالة السماء؟ ما بعرف هدول الاشخاص بيعتبروا انه في سما اصلا؟ يمكن لا، يعني والا ما بيقدروا يناموا او ما بيقدروا ياكلوا ولا يشربوا ولا يكفوا حياتهم، وهن خربوا حياه كل هالعالم. يعني ما بعرف كيف قادرين يكفوا حياتهم وهيك بس ميراي عم عايشين تتواصل، هيك. عم تتواصلوا مع بعض كأهالي كرمال يكون الضغط اقوى؟ عم تتواصلوا، عم تقرروا تعملوا تحركات، اعتصامات، شو بعرفني، صرخات، اشي على السوشيال ميديا، ضغط؟ يعني ضغط لانه انت عندك دوله واركان دوله وامراء حاكميننا، ما في شيء. يعني انت عم بتقولي ما في شيء من يعني ما في شيء من اصلا مش حاسبين يمكن انه في ربنا، بيحكوا فيه وبيفرقونا عن بعض باسمه بس هن مش عاملين له اعتبار اساسا. فعم بتجربوا تضغطوا أكثر على الدولة؟ يعني أنا ماني شايفة بحياتي، ما مارق على راسي وقاحة أكثر من هيك، إنه يقولوا لك 5 أيام نعطيك الجواب ونكون عم نختم السنة وبعد ما أعطوا جواب شيء. هلا في تواصل بس التواصل محدود. ما بعرف أنا هيدا على معلوم حسب ما بعرف يعني، بس يمكن في تواصل أنا ما بعرف فيه. وبعدين بدنا نعرف يعني الناس يلي صار فيها هيك، يعني نهار فيها طوعة نهار ما فيها طوعة، نهار صحيح. فيها تحكي نهار ما فيها تحكي. صح. يعني بعد في ناس ما قادرين يقفوا على اجريهم، صحيح. يعني ايام تمرق واحد ما بيقدر يقف على اجريه، ما بيقدر يعمل شيء. لهالسبب انا بناشد يعني الشعب اللبناني، يعني كل شعب اللبناني، يعني اذا نحن ما قادرين نوقف على اجرينا بعد انه هن يساعدونا ويساندونا، لانه ممكن هيدا الشيء يتكرر مع اولادهم كرمالهم مش كرمالنا. صح. ميراي، عيد الميلاد كان من يومين ثلاثة. ما كان في عيد ميلاد، ما كان في عيد، ما في عيد بقى اصلا، ما في حياة، الحياة وقف بأربعة آب، وقفت هونيك. أنا بالنسبة إلي ما بقى في عياد وما فيش حياة وما في شيء. الإيمان ميراي، الإيمان بيساعدك بمطرح ما؟ أكيد لو ما في إيمان إنه ما في شيء، يعني لو ما في إيمان أنا بأكد لك إنه كل هالعيال كانت راحت قتلت حالها ورا اللي راح له. صح يا عمي أنا ما حدا بيعرف، ولا حدا ممكن تتصوره، ولا حدا ممكن يفكر شو يعني واحد يخسر ابنه. ما حدا رح يفهمها غير اللي مرق فيها. ولو أنه بتخسري ابنك يمكن بحادث بمرض، غير ما تخسريه ببيته بالطريقة اللي صارت هيدي، ما بعرف شو بدي أسميها، ظلم أو ما بعرف، يعني شيء لا مش محمول. يعني لو عملية إرهابية، لو حرب أنا تركة ابني فيه، بس الطريقة اللي صارت هي كمان بتزيد القهرة تبع الكارثة. يعني لو كان بحادث بأكسيدان سيارة، أنه هو ظهر وعمل أكسيدان هيك الله كتب له، أو لو شو بعرفني مرض هيك إجي مرض، بس الطريقة اللي صارت هالعالم كلها يلي خسرت أحبائها وعيالها وأهلها وولادها وبيتها وأماتها وخياتها، هيدول صاروا بطريقة
يعني مش ما في عقل بفك، يعني مش عم بيستوعب العقل. يعني مين بيقدر يستوعب هاي هاي الأمور؟ طريقة شيطانية ما لها تفسير تاني. أي شيطانية، أي ما في شيء ممكن يعبر عن اللي صار، مش ممكن. صح. مراي فبيرجعوا بيقولوا لك إنه تفضلي تفضلي تفضلي. هيدا ما بده هيدا لقى في مقام هيدا ومقام هيدا. ولك أي مقامات يا عمي؟ لك شوفوا شو اللي صار. كمان على على الانستغرام صار في كمان يعني اذا فينا نقول، وعلى تويتر حملات تضامن وهيك توجيه تحية لروح الياس هالشاب الملائكي، ومن خلاله لكل الضحايا اللي راحت. يعني ميراي بدي اياكي تعرفي شغلة، انه صحيح نحن كناس ما فينا نعمل، ما فينا نغير، ما فينا نجيب إذا بدك المجرم الأساسي ونحاكمه، بس كوني أكيدة إنه نحن رح نضل نضغط ورح نضل نعمل ورح نضل نصرخ، لأنه الضمير والإنسانية، وبس توقف قدام ربنا بكرة تكوني مرتاحة مع حالك ومش مستحية منه لأنك صرختي بالحق، هيدا بديك تكوني أكيدة منه. إنه في كتار 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 من اللبنانية أكيد في قسم باي باي، بس أغلبية اللبنانية هن حاطين ضحايا تفجير 4 آب بقلوبهم. يعني تظهري بتشوف الناس مش مصدقة، بعد عم تحكي لليوم مش مصدقة، يعني ما حدا مصدق اللي عم بيصير فيه، بس قد ما ضربة ورا ضربة يا مراي الشعب اللبناني أكلها صوته. خلينا أقوله إياه مظبوط. وانا بشكر كل وبقدر من كل قلبي، وبحس بكل هالعال الناس يلي حاسه بالموضوع ويلي عم تضامن وتعمل شيء. يعني كلمه شكر كتير قليله، يعني فينا اقول لهم انا حاسه فيهم وبحس بهالمشاعر الحلوه. وشو بدي اقول لك، يعني لازم يصير شيء، لازم يصير في تغيير، لأنه هاي المرة مثل ما قلتي انعمل فينا كتير أشياء، بس هيدي لازم تكون هي يعني آخر شيء ممكن يصير فينا، لأنه خلص أكتر من هيك. لا ميراي، أنا كتير بتشكرك إنك طليتي معي. ميرسي لكم، ميرسي. ميرسي كتير إليك. يعني يا رب، يعني شو بدي أقول لك، يا رب هيك يسوع يبرد لك ويضل ماسك إيدك، وأكيد إنه هو ماسك إيده ماسك ايده لإلياس هلا. وشكرا كثير لانك طليتي معي اليوم، وان شاء الله يا رب نقدر نعرف مين اللي ارتكب هالجرم الكبير بحق الانسان وبحق الضمير وبحق الوجود وبحق الخير بحق كل شيء. مين هالشيطان اللي ارتكب هالجرم، ومين اللي ساعده، ومين اللي سكت عنه، لأنه كلهم مجرمين. شكرا كتير إلك ميراي. ميرسي ميرسي، شكرا لكم. Thank you.